بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا هلا بالجميع. هذه خليتنا رقم 4، ما شاء الله تبارك الله، كثافة نحلية كبيرة، نسأل الله البركة. البرواز الأول، حبوب لقاح بالكامل، والبناء الجديد كان حضنة والآن قاعد يتحول لحبوب لقاح. حبوب لقاح وعسل من جهة الخلية، من جهة الجدار الأغلب حبوب لقاح، ما شاء الله. البرواز الثاني، حضنة مغلقة بشكل كامل ومن الأعلى عسل من الجهتين، ما شاء الله تبارك الرحمن، نسأل الله البركة. زي ما انتم شايفين حضنة مغلقة ما شاء الله بشكل كامل. البرواز الثالث، ما شاء الله تبارك الله، حضنة مغلقة وحضنة مفتوحة وبيض بشكل كامل من الجهتين زي ما انتم شايفين، والنحل متكور هنا، ما ادري هو مغطي على الملكة ولا. احتمال يكون مخبي الملكة. البرواز الرابع، حضنة مغلقة وفور خروج الحضنة تتحول لبيض، وحضنة الذكور بدأوا يجمعون فيها عسل زي ما انتم شايفين، نسأل الله البركة. ما شاء الله تبارك الله. البرواز الخامس، ما شاء الله تبارك الله، زي ما تشوفون حضنة مغلقة تخرج الملكة تضع بيض، وباقي البرواز بالكامل عسل، ما شاء الله تبارك الله، ثقيل جدا، نسأل الله البركة. وفي أمان الله، مع السلامة.